طبعا الحقيقه انا هنا بحضر مؤتمر باسم محافظه قنا، والحقيقه طبعا محافظه قنا من المحافظات اللي هي في جنوب الصعيد، من المحافظات الحقيقه اللي خدت اهتمام كبير من السيد المحافظ السابق السيد الوزير عادل لبيب. ده بيخليني الحقيقه يعني علي عبء ومسؤوليه ان انا احافظ على الانجازات اللي هو سيادته عملها واكمل ان شاء الله خطه التنميه والتطوير. الحقيقه انا بشكر الدوله بجميع اجهزتها خاصه في الفتره الاخيره بعد الثوره في اهتمام غير عادي بمحافظات الصعيد بوجه عام ومحافظه قنا بوجه خاص من خلال المشروعات اللي موجوده في الخطه الاستثماريه، من خلال المشروعات بتاع الخطه العاجله الحقيقه اللي موجوده حاليا. الحقيقه انا وزمايلي من الجهاز التنفيذي في المحافظه، من الجمعيات الاهليه، من رجال الاعمال، والله كلنا بنتسابق ان احنا نحاول ننفذ الخطه الرسميه والخطه العاجله بما يعود على المواطن، يبقى في مردود سريع على المواطن القناوي. الحقيقه من ضمن المجالات اللي بنهتم بيها في الخطه الرسميه والخطه العاجله مشروعات طبعا الحقيقه مياه الشرب والصرف الصحي، ودي قطعنا فيها الحقيقه شوط كبير، الدوله دعمتنا مبالغ كبيره، واخص بالذكر مثلا على سبيل المثال محطه مياه ابو طش اللي كان المفروض تخلص في خلال سنتين جايين، لسه الحمد لله هتخلص وهتتسلم في خلال شهر ابريل من عام 2014، ودي هتحل ازمه مياه الشرب على مستوى ابو طشت، وهتدي كمان مركز فرشوط هيبقى فيه شبكه هتتمد، لان القوه بتاعتها الحقيقه الطاقه بتاعتها هتبقى حوالي 1200 لتر في الثانيه. ده كمثل. بالنسبه برضه للحقيقه الرعايه الصحيه، المجال الصحي برضه الدوله مهتمه وفي مشروعات تطوير وتاهيل للمستشفيات، في انشاء مستشفيات جديده، ويمكن برضه اقول على سبيل المثال مستشفى قفط المركزي، احنا الحمد لله برضه فعلنا الشغل فيها من خلال شركه المقاولات، من خلال المسؤولين في وزاره الصحه، وكان عندنا زياره الحقيقه من فتره وجيزه السيده الدكتوره وزيره الصحه مع السيد الوزير عادل لبيب مع الدكتور اشرف العربي، وزورنا المستشفى وخدنا وعد ان شاء الله ان هيتم تشغيلها في خلال شهر من وقت الزياره، يعني تقريبا هيتم تشغيلها على في اوائل يناير من السنه الجديده ان شاء الله. ده امثله بسيطه للاهتمام الدوله الحقيقه. برضه الجامعات الاهليه زي ما شفنا النهارده بالنسبه للمبادره النداء عامله شغل الحقيقه حلو قوي، وهيبدا يبان كمان على ارض الواقع من خلال الحقيقه هم طرحين حاجات كتير جدا في المناقصات للتنفيذ، سواء في المشروعات بتاع تنميه المدارس الثانويه الفنيه، او من خلال تنميه المرأة المعيلة، أو من خلال مشروعات الشباب في مجالات الحقيقة شغالين فيها كتير قوي، منها مشروعات الحقيقة أنا بعتبر المشروعات بتاع الثروة السمكية اللي هتتم دي هتبقى حاجة كويسة جدا للمحافظة، خاصة إن النهاردة محافظة قنا بتمتد 180 كيلو على ضفاف النيل، ومع ذلك الثروة السمكية فيها ضعيفة جدا، فدي هتبقى حاجة كويسة من ناحيتين، من ناحية كتغذية كمصدر غذائي للمواطنين، والناحية التانية إن هي طبعا هتشغل شباب بكثافة إن شاء الله، ونحل أزمة البطالة. دي بعض الحاجات، وإحنا بنضع من ربنا مزيدا من المشروعات اللي يتم تنفيذها، مزيدا من المشاركة للجمعيات الأهلية بجانب المشروعات اللي بننفذها من خلال الدولة اللي هي في الخطة الإسماعيلية أو الخطة العاجلة. وشكرا.